الشيخ الألباني رحمه الله قبل وفاته بأيام، وكان بعد خروجنا من المعتكف وكان مريضا، لم أكن وقتها أستطيع أن أسافر خارج المملكة، وكان في الأردن رحمه الله. فاتصلت عليه بالهاتف فما ردوا علي نظرا لمرض الشيخ. فمر علي أحد المشايخ من طلاب الشيخ وقال: أنا أريد أسافر للأردن للسلام على الشيخ، هل لك حاجة؟ قلت: نعم، أريد أسلم على الشيخ. آخر عهدي به سنوات مضت، وأنا الآن بعد هذه الغيبة الطويلة أتمنى أن أسمع صوته، وبخاصة أنه مريض. قال: أبشر. فما علمت، وأذكر أنني كنت في مناسبة اجتماعية، إلا وصاحبي يتصل بالجوال ويقول: الشيخ معك، لكن تراه لن يزيد على أن تقول السلام عليكم ويرد عليك السلام فقط، لأنه لاحظ مريض، فأرجو أنك ما تحرج الشيخ يعني بسؤال أو بكلام، فقط مجرد سلام. فالشيخ ظروفه الصحية لاحظ العبارة لأنها غرض، لا تسمح له بأن يزيد على كلمتين أو ثلاث. فقلت له: أبشر. فأخذ الشيخ السماعة فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأنا عاد ما أدري حتى لا من الفرحة أو من الخطأ أو الشيخ ما سمع، قلت: عليكم السلام. فأفاجأ بالشيخ، قال: كيف أقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقول عليكم السلام؟ أين الالتزام بالسنة؟ وبدأ الشيخ يلقي الأحاديث ويذكر الأحاديث ويذكر كلام العلماء، وأنا ساكت والناس يأكلون، قلت: كلهم، وأنا في أكل آخر. نعم. وحتى استمر الشيخ عدة دقائق، والله ما أدري كم، وفي الأخير قال مرة ثانية: إذا قيل لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقلت أيضا، أعاد الشيخ السلام ليعلمني ويربيني وهو حق له، فقلت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكانت آخر مكالمة الشيخ بعد أيام توفي رحمه الله. فتعجبت من هذا الرجل أنه في هذه الحالة التي اشترط علي أنه لن أرد عليه إلا بكلمات، فإذا هو مجرد أنه لاحظ مخالفة للسنة أنه يلقي درسا كاملا يا أخوان، درس كامل بدون مبالغة هذا الكلام، ومؤثر. هكذا الحرص على السنة، وهؤلاء ينسون حياتهم وأنفسهم عندما يأتون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأحببت أن أذكر هذه القصة أين حرص هؤلاء كأمثال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ الألباني رحمه الله جميعا على التزام السنة.